حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد. رولا، يا رولا، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. كيفك أنت؟ الحمد لله حبيبتي تمام. اليوم رح نحكي عن قصة كتير متكررة عندي بالعيادة بتزعج الناس وشائعة جدا، هي الإمساك والقولون العصبي. وطبعا على طول الناس بيجوا بيسألوكي شو الدواء الملين اللي ياخدوه، وما بيفكروا أبدا ولا بيحطوا ببالهم ممكن تنحل بالغذاء. صحيح. ونبدأ أول شيء بالقولون. هاتي ما عندك يا ستي. هلا بداية، مشكلة القولون العصبي من اسمه هو مرتبط جدا بالحالة النفسية للإنسان، لهيك كتير بدنا ننتبه لفكرة تأثير الحالة النفسية على الجسم. وعلى فكرة في قسم كبير من الأمراض بيكون سببها الحالات النفسية للإنسان. هلا هالنوع من المشاكل يا رولا النفسية يعني ما بيكون دائم، يعني بتحسي بيروح وبيجي، بس لما يجي فعلا بيكون مزعج وله أعراض مثل النفخة، آلام، غازات، أحيانا بيكون إسهال وإمساك بالتناوب مثلا، فوالله بيحير شو الواحد يحل هالمشكلة. لهيك نحن إذا عرفنا نشخص الحالة والوضع بنصير نقدر نلاقي حلول للمشكلة. وبما أنه نحن منعيش بجو فيه ضغط نفسي، يعني لا بأس فيه، في غربة، شغل، التزامات الحياة، طبيعي جدا يصير. وعلى فكرة هو بصير السيدات أكثر من الرجال والنسبة كتير عالية. هذا كلام بزعل. هو قد إيه يعني؟ 75% من السيدات. واو. ممكن يصيب معهم. واضح انه نحن ما بنعصب ابدا ورايقين. يا صديقتي مسؤوليات كتير وضغطات كتير. طيب لو بدنا نحكي عن العلاجات الدوائية، طبعا هي امر لابد منه لما تكون قصة معقدة وصعبة، بس اكيد وجود علاجات اضافية بيقدر الانسان يخفف من خلال المشكلة. يعني اكتر شيء بجيب نتيجة مع القولون بحس هو شرب اليانسون، الكمون لتخفيف الغازات والنفخة. حلو، مشروبات اللي حكيتي عليها، بس كمان فكرة انه نتجنب الاكل اللي ممكن يهيج هاي المشكلة او يزيدها، مثلا الاطعمة اللي فيها جلوتين، يمكن الخبز ومشتقاته اذا بنحكي عن الجلوتين. صح. لانه هون احنا عم نلغي السبب اصلا، يعني عم نتجنب السبب الاصلي. في شيء تاني كمان يا رولا بحس بيساعد، اللي هو التركيز على تناول اغذية غنية بالالياف. يعني لو قعدت لي اسبوع اركز مع السلطة ممكن يعمل هذا الشيء فرق. صحيح. هلا كمان الرياضة مفيدة جدا طبعا لكل شيء بالحياة، لكن الرياضة بشكل منتظم بتساعد كتير بتنظيم حركة الجهاز الهضمي. وقصة انه خليها جزء من اليوم هو فكرة لازم نركز عليها، ويمكن لازم نعمل حلقة كاملة عن انه كيف نعمل الرياضة جزء من يومنا بطريقة سهلة. هيك قلتيها. ها حلو، سجلناها للتحضير. بس عارفة من شوي لما حكيت لك عن الأطعمة الغنية بالألياف، اليوم صار في السوق مكملات غذائية بتقدم لك موضوع الألياف، فما بعرف بتفرق عن الغذاء الطبيعي؟ هلا الإنسان اللي بحس حاله ما بياكل بشكل كافي ممكن جدا ياخذ منهم، بس أنا بفضل دائما مصادر طبيعية بتضل هي الأصل. ونروح لقصة الإمساك. بتعرفي يمكن هي فعلا شائعة كتير بطريقة مخيفة، خصوصي عند اللي بيعملوا ريجيمات. والله مزعجة ولا بتكركب كل الجسم، بتحسي فعلا إنه الريجيمات مربوطة فيها. مشكلة الإمساك إنه لما يتفاقم عند الشخص بوصله لمراحل بتحتاج عمليات جراحية، فهو فعلا ما له مشكلة عادية ما لازم تتجاهل أبدا. ونرجع لفكرة الرياضة يا ستي، إنه الرياضة والحركة برضو هي من الخارج، بس هي بتأثر أكيد على العضلات الأمعاء. يعني هلأ نجينا للحقيقة، هي فعلا فعلا بتقلل كمية المشاكل الصحية والهضمية تحديدا، لأنه أمعاءنا عبارة عن عضلات، وهي العضلات بدها حركة مثل أي عضلة بالجسم لحتى تتنشط. ولو فصلنا مشكلة الإمساك منلاقيها ثلاث نقاط: حركة، ماء، ألياف. الحركة لأنها عضلات. تماما. والألياف هي اللي بتساعد بحركة الطعام من جوا. لكن تخيل إذا كان في كمية ألياف كتيرة بدون مي، لو تخيلناها مثل العجين، طحين كتير ومي كتير قليلة، فبتلاقي العجينة قاسية. أما كل ما زدنا كمية الماء للطحين منلاقيها صارت أطرى وأفضل. حلو التشبيه، كتير حلو. بس عارفة رولا، ومع كل اللي أنت بتقوليه، بس الناس برضو بتستسهل وتروح الملينات على طول. أنا بعترض على وجود الملينات كأدوية أو مشروبات دائمة، لأنه بتخلي الأمعاء تكسل وتعتاد على الأدوية، وبالتالي هي إذا بدها تتاخد تكون بحذر شديد. أوقات بينوصف للحوامل أو بعد الولادة، أو إذا الشخص عامل عمليات ممكن يحتاج، بس عموما ما لازم يعتاد الشخص الطبيعي عليها. ونحن باليوم نحتاج تقريبا 25 ل 40 جرام من الألياف. النساء أقل شوي من الرجال، بس نقدر نجمعهم تجميع يعني من الأكلات. يعني مثلا أخذت سلطة، أخذت شوية ألياف، خبز أسمر، أرز أسمر، فواكه. بالضبط هيك للمساء إذا كنا مركزين رح نلاقي أنه عم ناخد كمية ألياف كافية. يا ستي انا حقول لك انا شخصيا شو بعمل لما يكون حاسه مشكله الامساك. قولي. وجربتها صراحه عن تجربه شخصيه، مش بقول لك اسال مجرب ولا اسال حكيم. معلقه زيت زيتون على الريق مع كاسه مي، بحسها بتعمل فرق خلص، وكانها حركت الامعاء. ما صحيح. بعرف انت علميا. نعم هلا هي مفيده جدا، بس الاساس مع كل هي القصص يكون في الياف وماء وحركه كافيه. على سيرة الألياف والألياف ونحل فيها مشكلة الإمساك، يمكن اليوم هيك عندي وصفة لطيفة للناس. شو؟ فيها شوفان
وشوفان يعني سيد الألياف يعني صديقي المفضل صح ومليان ألياف وطعمه طيب كتير. اليوم هيك هناخدكم لوصفة حلو شوي بيسموها كرمبل التفاح. ممكن نستبدل التفاح بفواكه أخرى مثل اللنجاص أو الدراء أو القرع، وممكن نحط معاه تمر زبيب أو مشمش مجفف. شو يعني كرمبل؟ كرمبل هي يعني باللغة الإنجليزية يعني زي بنجيب الشوفان. هلأ بس أوصف لك الوصفة حتفهمي علي أكتر. الفكرة أنه هاي الفواكه بنقطعها مربعات، بنضيف عليها مثلا عسل، قرفة، النكهة اللي أنا بحب أدوقها، وبصفها بالصينية، برصها بالصينية ما بتلزق من تحت. بعدين بجيب بجنب على جنب بصحن بحط شوية طحين أسمر، كمية كبيرة من الشوفان، ومعلقتين أو ثلاثة من الزبدة الحيوانية طعمها لذيذ. بخلطهم مع بعض، وبتعرفي كيف لما نجهز السميد للمعمول بنقول بنبس للسميد، نفس الفكره بنفركه او بنبسه لحتى هيك يتجانس مع بعض ويصير. بعدين بنرص هاي الطبقه فوق طبقه الفواكه وبندخلها على الفرن، فبتتحول لهيك إشي مقرمش كريسبي. وهذا الكرمبل يعني هاي الكعبله اللي موجوده على سطح الفواكه، هي فكره الكرمبل. ففاكهه لذيذه كتير، بتاخذ طبعا بالمعلقه او بالمغرفه، بنغرف بصحون الناس، ممكن يتاخذ جنبها سكوب بوزه فانيلا مثلا، فبتكون اكله لذيذه ودافيه وحلوه ومفيدة جدا. رح خيرك اليوم بين التفاحة والموزة، شو بتختاري؟ هلا هم اثنين طيبين اكيد وكلهم فواكه، بدناش ننتصر لواحد على الثاني، بس انا بحب التفاح اكثر من الموز. هلا التفاحه متوسطه الحجم فيها 60 سعر حراري، الموزه متوسطه الحجم فيها 80 سعر حراري، فالتفاحه اقل بالسعرات. من ناحيه القيمه الغذائيه التفاحه فيها 4.4 جرام من الالياف، الموزه فيها 3.1، فاقل شوي الموز. لكن هل في شيء افيد من شيء؟ هذا السؤال كتير بيسالوني اياه، انه ناكل موز ولا تفاح، ناكل برتقان ولا موز؟ طبعا كل انواع الفواكه تحتوي على قيمة غذائية كتير متقاربة، لكن نحن كل ما نوعنا بأنواع الفواكه اللي بناكلها كل ما أخذنا باكج أكتر متكامل، يعني أخذنا من التفاح مثلا نسبة الألياف، أخذنا من الموز البوتاسيوم، أخذنا من البرتقان فيتامين سي، فهيك عنا تنويعة من الفيتامينات والمعادن والقيمة الغذائية، فدائما التنويع هو الأصل. يعني أنا أفتح التلاجة المهم أكل حبة فاكهة بالضبط وأنوع الألوان، وهيك بتكون حياتي الصحية أسهل وعملية أكتر. حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد.